هل واشنطن مستعدة لدعم السيد الزرفي حتى يعبر هذه العقبة الإيرانية، لأنه الرجل الأمريكي الجنسية، وربما هذه سابقة في عراق 2003 الذي صنعته الولايات المتحدة لأول مرة يتصدى للمشهد شخص أمريكي الجنسية، اعتدنا على البريطانيين أو الموالين لإيران؟ نعم، مساء الخير أستاذ علاء، ومساء الخير على أستاذ القصاب. نعم، هي يعني حاليا أمريكا تؤيد أي شخص يأتي لإدارة الدفة في العراق، خاصة السيد بامبيو في تغريدته قبل يومين بارك وساهم، قال نحن سنساهم بإنجاح هذه الحكومة إذا ما توفرت الشروط بالسيد عدنان الزرفي. الشروط وهي يعني السلام والتصالح فيما بين الكتل السياسية العراقية، وكذلك التعاون مع المتظاهرين. أعتقد الولايات المتحدة حاليا ليست لها أي قوة أو سلطة للمجيء برئيس وزراء أو فرض رئيس وزراء كما كانت في البداية في أيام دخول القوات الأمريكية وجاءت بالسيد أياد علاوي. نعم، هو يعني أمريكا الجنسية، حال 100,000 عراقي من يعني يحملون الجنسية الأمريكية. رئيس الحكومة، رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية السيد برهم صالح يحمل جنسيتين، الأمريكية والبريطانية، وكذلك 3-4 من 5 رؤساء وزراء في العراق ما عدا السيد المالكي كانوا يحملون الجنسية البريطانية. يعني الدول سيتيزن بما تسمى حمل الجنسيتين مزدوجة، لا يؤثر على وطنية الشخص. السيد عدنان الزرفي بقى في العراق، وللحقيقة هو الوحيد الذي بقى بدون دولة تدعمه، بدون حزب كبير يدعمه. أصبح محافظا ومر عضو بالجمعية الوطنية، وبعدها محافظ، ومن بعدها نائب وزير في الداخلية، والآن عضو بمجلس النواب بدون أي دفع أو ميليشيا أو حزب كبير يدعمه. إذن هذا بما يسمى political survivor، يعني الوجود السياسي، فهو بقى يعني بالرغم من الكثير من حاول أن يسقطوه، التسقيط السياسي طبعا، وبأنه يحمل الجنسية الأمريكية، الكل يحملون الجنسية الأمريكية، كثير من رؤساء وزراء لبنان يحملون الجنسية الأمريكية، لم يعترض عليهم حزب الله الذي يدين بالولاء إلى إيران مثلما الفتح تدين بالولاء إلى إيران.